اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. اعتقد ان هي الشخصيه اول حاجه، طريقه الكلام، الثقافه، الهدف من دخولها المسابقه، وبعدين بقى الشكل واللبس والحاجات. مش في الفتره الاخيره، احنا طول عمرنا بالعكس احنا بنتعلم من الاجيال اللي قبل كده، ونتمنى ان احنا نفضل دايما لنا صداره في حاجه زي كده. احنا شعب له طبيعه خاصه جدا وطبيعه مش عاديه. احنا محبين الحياه وعندنا يعني عندنا شخصيه واضحه في وسط العرب وفي وسط العالم كله. فاعتقد احنا لا احنا لنا صداره كبيره من زمان يعني. بس هو للاسف احنا انت عارف الظروف اللي حاصله دلوقتي وقصه الكورونا والكلام ده كله، فالناس يعني احنا مش عايزين نبتدي حاجه واحنا عندنا مخاوف او تخوفات من تجمعات والكلام ده كله. انا ضد المبدا يعني، انا ضد التاجيل وضد، انا شايف ان الحياه بتتعاش عادي وده كده. بس في ناس تانية بتقول نستنى شويه عشان الموضوع ياخد وقته، لسه مش عارفين. خلال الايام اللي جايه هنعرف يعني ان شاء الله. الصيف الاول بقى وبعد كده الخريف والشتاء. يعني هو الصيف السنه دي ملوش ملامح محدده، يعني احنا القماشه اللي مش راكبه على بعض بقت تركب على بعض، الالوان اللي مش راكبه على بعض تركب على بعض. خلاص التكنولوجي خلت الموضه بقت اسلس وبقت اسهل، وبتقدر ان انت يعني تتعامل بشكل علمي. ده بيخليك ان انت تبقى منفتح اكتر وعندك تفكير اكتر وتجارب اكتر يعني. فاعتقد ان السنه دي هنشوف موضه مختلفه يعني. خليك، ميرسي، كلك ذوق. ثانك يو سو ماتش، ميرسي.